فرحان بهذا اللقاء الجميل في عين الشوق. كنشكر جماعة عين الشوق اللي عطات هذه الفرصة أن يكون هذا التلاقي الجميل، التلاقي الفني مع فرقة موسيقية رائعة، وأيضا مع جمهور جميل اللي يكون حاضر معنا اليوم. وأيضا شكر لكم كصحفيين وكإعلاميين أنهم جيوا وتكبروا بينا وديروا هذا اللقاء معنا باش يبقى واحد التلاقي بيننا وبين الجمهور المغربي. هذه فكرة زوينة أنه مرة نكرم شخص من الرواد لما يكون تكريم ديال السي شاكيب عبد الله عصامي، وهذا شيء اقل يعني شيء قليل في حقه، لانه تبارك الله موسيقار وملحن وفنان كبير اللي عطى بزاف في الاغنيه المغربيه، وتبارك الله تلمدوا عليه بزاف ديال الاساتذه، فهذا شيء قليل في حقه انه نكرموه. الجديد ديالي هو كانت اغنيه سيفري، اغنيه راي كانت سريعه في ايقاعاتها، وراها درت ايضا انت ديالي ايضا اغنيه راي، فحاولت انه شويه نتواصل مع الجمهور ديال الراي، لان تبارك الله كاين واحد الجمهور عريض ديال الاغنيه ديال الراي. وحاليا راه كنوجد واحد العمل اخر جديد ان شاء الله غنصوره شكل فيديو كليب، وغتكون مفاجاه ان شاء الله. الانجاز ديال المنتخب المغربي انجاز ليس له مثيل، انجاز كبير وفرحونا كاملين، ما فرحوش غير المغاربه، فرحوا حتى العالم العربي. وراك شفتوا انه الناس تبارك الله كانت كتسنى فوقاش يجي الماتش ديال المنتخب، يعني العراقيين السوريين اللبنانيين المصريين، يعني كلشي ولا كيشجع المنتخب المغربي، لانه ولا الموضوع كيتعلق بدوله عربيه دوله افريقيه، فهذا شيء جميل. والد الركراكي تبارك الله دخل التاريخ، دار واحد المجهود جبار، الله يعطيه الصحه هو وجنود الخفاء اللي معاه في التقنيين والطاقم التقني الطبي الاداري، فشكرا لهم. وايضا اسود الاطلسي دار واحد المجهود جبار وتقاتلوا الكره، يعني كفايه باش نبقاو في المربع الذهبي، هذا الشيء ليس بالهين. حاتم كيدير النيه، قال لك دير النيه وبات مع الحيه.